متن الأربعين النووية من الأحاديث الصحيحة النبوية. الحديث الرابع عشر: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.